العاشرة حسب توقيت ساعة بغداد. أبرز ما سجله هذا النهار من أحداث نستعرضها في حصاد الليلة. أنا سعيد شبيب من لندن، ومن الأردن عمر محرف ونور عاصم. والعناوين: عمل إجرامي بشع ضد الإنسانية والحضارة، داعش يقدم على تدمير مجموعة من الآثار والمنحوتات النفيسة التي تعود للحقبة الآشورية في متحف الموصل الحضاري. بالاستحواذ على المواقع الحكومية والإخلال بمبدأ التوازنات واستمرار سياسة التعيينات بالوكالة. الحكيم ينتقد للمرة الأولى الوزارة التي شارك في تأسيسها، عود للاستحواذ على المواقع الحكومية والإخلال بالتوازنات واستمرار سياسة التعيينات بالوكالة، في إشارة لما جرى في أمانة بغداد. على خلفية أزمة إعادة التوازن للدولة العراقية بين اتحاد القوى والأطراف الأخرى، تسمية رئيس جهاز المخابرات تنضم للتحديات الراهنة الجديدة. المحمود للشرقية نيوز: 8000 معتقل عراقي جرى إخلاء سبيلهم بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكم خلال شهر واحد. الاتفاق اللي صار قبل نهاية السنة اللي فاتت صامت وقائم. أكو بعض الإشكاليات بالتنفيذ، إحنا من واجبنا كممثلين أو بعض الوزراء الكرد الموجودين في الحكومة يستمرون في تدليل هاي المشاكل. الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لا يزال صامدا على الرغم من إشكاليات في تنفيذه، يقول زباري. والبرزاني يجتمع بالأحزاب الكردستانية. مساء الخير، ونبدأ هذا الحصاد من عمل جديد يقدم عليه تنظيم داعش. إذ أقدم تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش على تدمير مجموعة من الآثار والمنحوتات النفيسة التي تعود للحقبة الآشورية في متحف الموصل الحضاري الذي يقع في شارع الجمهورية ضمن مسلسل الاستهداف المنظم لمعالم نينوى الأثرية. وأظهر تسجيل نشره التنظيم اليوم قيام مجموعة من عناصره بتقطيم تماثيل داخل المتحف تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد باستخدام المعدات الثقيلة والمثاقيب. كما بين التسجيل لقطات أخرى لهدم أثار النمرود الواقعة جنوب شرق الموصل باستخدام المعاول، وكذلك الأثار الموجودة عند بوابة نرجال وقصر سنحريب شمالي الموصل وأثار أخرى لم يتسنى معرفة مواقعها. وتعود آثار محافظة نينوى إلى آلاف السنين، ولا تمثل تاريخ محافظة نينوى فحسب، إنما تمثل تاريخ العالم أجمع. في نفس الموضوع، فجر التنظيم جامع الخضر أحد أقدم جوامع مدينة الموصل والكائن في منطقة باب الطوب ضمن سلسلة متواصلة لتدمير الجوامع والمراقد والكنائس المعروفة هناك. وذكرت مصادر محلية بأن التنظيم فجر منزلين وصدر ثلاثة آخرين في قرية المرير ضمن ناحية الجيارة جنوب الموصل. من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن عناصر التنظيم قاموا بنقل وتهريب آليات وجرافات مديرية بلدية الموصل إلى داخل سوريا دون معرفة الأسباب. وفي أول ردود الفعل، وصف المجلس الموحد للعشائر تهديم آثار نينوى بأنه عمل إجرامي بشع ضد الإنسانية والحضارة لم يسبق أن حدث في تاريخ العراق. إلى ذلك قال مجلس عشائر الموصل إن ما نراه في مدينة الموصل وحشية وتخلف لم يخطر ببال أحد في تاريخ الحضارة. ودعا مجلس عشائر الموصل إلى حملة دولية لحماية آثار العراق ونينوى، ووصف ما يجري بأنه اعتداء بشع على العراق والحضارة. في نفس الموضوع، استأجر النازحون عن محافظة نينوى قيام التنظيم بتدمير معالم نينوى الأثرية. نازحون هناك أكدوا لتلفزيون الموصل أن إقدام التنظيم على تفجير وهدم معالم الموصل الدينية والأثرية وحتى الحضارية دليل على قرب انهياره، مجددين دعواتهم للحكومة والتحالف الدولي بالتحرك العاجل من أجل استعادة الموصل وحماية ما تبقى من معالمها. نستنكر
شل قام تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى بتدمير كل حضارة آشورية اللي هي يعني قديمة من قبل آلاف السنين. يعني نعرف ايش راح يستفاد منها، يعني هل انه حس انه هاي نهايته ما راح يبقى له شيء بعد فيقوم يخرب البلد؟ داعش اجى على العراق، ما اجى عمر العراق، اجى خرب العراق، يدمر كل العراق، الجوامع، الكنائس، المزارات، يخرب كله، دمر العالم كله والحضارات أي شيء زين بالعراق دمروا وباقوا أخذوا. نستنكر الشغلة اللي طلع بيه يطلعون بيه داعش على محافظة نينوى. أخواني إلى أهل شعب نينوى، لا تصدقون هذول إسلام، ترى هذول ضد الشعب العراقي وضد الإسلام وكافة الطوائف، لأن لا خلوا مزارات، لا خلوا مكان مقدس، لا خلوا كنائس، لا خلوا جوامع. هذول مو إسلام، هذول ضد الإسلام. إلى شعب نينوى يعني أخواني اطلعوا ضدهم، هذول مو بشر. موصل حاليا وضع مو يعني وضع طبيعي. جماعة دواعش اجوا على أساس يعني تعمير العراق، بالعكس انهيار العراق، تدمير العراق، بالذات محافظة موصل. موصل ترى ما ظل شيء، لا جماعة لا كنائس. أهم شيء يجون قوات الحيدر العبادي الحرس الوطني يحررون موصل. سهل نينوى تعبان حيل، وضع سهل نينوى تعبان جدا حيل. نستنكر العمل الإجرامي اللي على خدم الكنائس والجوامع والدلالة ضعف الداعش. الداعش ما يعني ما قام بشغلة زينة، يعني أي ديانة ما يقبله، لا يزيدي لا مسيحي لا الإسلام، يعني وجاء باسم الإسلام، يعني الإسلام مو يجي. كما سيطر تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش على جسر حيوي يربط قضاء حديثة بناحية البغداد غربي الأنبار حسبما أكدت مصادر أمنية في المحافظة. وذكرت المصادر أن مسلحي تنظيم هاجموا قوة من الجيش العراقي كانت تتولى حراسة الجسر في وادي حوران واشتبكوا مع أفرادها قبل انسحابها دون معرفة الخسائر الناجمة. من جانب آخر ذكرت المصادر أن القوات الأمنية دخلت مركز ناحية البغداد وسيطرت على العديد من البنايات الحكومية بعد معركة شرسة استمرت ليومين مع تنظيم داعش. إلى ذلك تواصلت عمليات القصف على المجمع السكني في ناحية البغداد من قبل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش بعد نحو أسبوع من دخول القوات العراقية إليها. مصادر عسكرية عراقية قالت أن التنظيم يطلق منذ يومين قذائف الهاون والصواريخ باتجاه المجمع السكني ومركز الناحية، مما تسبب بسقوط 15 مدنيا بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال. هذا وتعيش مئات العائلات داخل المجمع السكني أوضاعا صعبة نتيجة عدم وجود مياه للشرب أو وصول إمدادات غذائية إلى النازحين داخل الحي السكني. تعاني العوائل الساكنة في حي السكن العسكري تعاني من قلة المواد الغذائية. المواد الغذائية موجودة عندنا احنا في المطار، الأسد موجودة عندنا، المواد الغذائية مساعدات، المي احنا العوائل، عندنا الكهرباء، الكهرباء مضرة بالنسبة عندنا حاملات أبراج، أبراج نقل التيار الكهربائي وأبراج ضخمة يعني مو أبراج عادية أو أبدول عادية. فكيف يعني عمل مشترك مع شبكات حديثة، شبكات حديثة الاتصال فيها مقصور. لا زلنا نعاني من شدة القصف، الهاونات والصواريخ على هذا الحي من قبل داعش، ولم نجد لها معالجة لا من قبل الطائرات ولا من غير شيء. وكذلك هذا الحي يشهد نزوح عوائل كبيرة من مركز ناحية البغدادي لوجود العمليات العسكرية هناك، فنزحت العوائل إلى هذا الحي وصار عدد العوائل هنا في هذا الحي ما يقارب 3000 عائلة. وعندنا كذلك أطفال يعانون من قلة الحليب، ماكو حليب لننقل للأطفال، والكهرباء لحد الآن مقطوعة على هذا الحي، فنحن نعاني من حصار شديد، والحصار لحد الآن لن يخفف علينا إلا الشيء المتنفس القليل. يا وعد عيني.
تعرض قضاء الجرمة شرقي الفلوجة إلى قصف جوي جديد ما أسفر عن استشهاد وإصابة 8 من المواطنين العزل بينهم نساء وأطفال بعد يومين على قصف عنيف أسفر عن سقوط أكثر من 30 شهيدا وجريحا. وأقلت مصادر محلية وطبية في القضاء أن القصف استهدف أغلب المناطق ومنها اللهاب والحلابسة والرشاد والقناطر التي قصفت للمرة الثانية على التوالي خلال هذا اليوم ما أسفر عن استشهاد 3 من المدنيين بينهم طفلة وإصابة 5 بينهم 3 نساء كحصيلة أولية. وكان مجلس محافظة الأنبار استنكر قيام طائرات حربية بقصف المدنيين في قضاء الجرمة وطلب الحكومة والتحالف الدولي بالتركيز بقصف عناصر تنظيم داعش وإبعاد القصف عن المناطق المزدحمة بسكان أي المدنيين. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. إذن حصادنا مستمر وفيه بعد قليل. عمل إجرامي بشع ضد الإنسانية والحضارة. داعش يخدم على تدمير مجموعة من الآثار والمنحوتات النفيسة التي تعود للحقبة الآشورية في متحف الموصل الحضاري. إذا مشاهدينا بالعودة إلى الخبر الأبرز في هذا الحصاد، أقدم تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية داعش على تدمير مجموعة من الآثار والمنحوتات النفيسة التي تعود للحقبة الآشورية قبل آلاف السنين في متحف الموصل الحضاري الذي يقع في شارع الجمهورية وسط المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم ضمن مسلسل الاستهداف المنظم لمعالم نينوى الآثارية. وأظهر تسجيل نشره التنظيم الخميس قيام مجموعة من عناصره بتحطيم تماثيل داخل المتحف الحضاري في الموصل حيث تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد باستخدام المعدات الثقيلة والمثاقيل. كما بين التسجيل لقطات أخرى لهدم آثار النمرود الواقعة جنوب شرقي الموصل باستخدام المعاول وكذلك الآثار عند بوابة نرجال وقصر سنحاريب شمالي الموصل وآثار أخرى لم يتسنى معرفة مواقعها. وتعود آثار محافظة نينوى إلى آلاف السنين ولا تمثل تاريخ محافظة نينوى فحسب إنما تمثل تاريخ العالم أجمع. أرحب بضيفة حصادنا الدكتورة زينة خليل السلطان الأستاذة الجامعية والخبيرة في الآثار العراقية. دكتورة زينة أهلا بك معنا. أهلا مرة مرحبا بكم. دكتورة زينة، اليوم ما حصل في الموصل هي صورة جديدة أيضا على العراق من الصور البشعة التي يصورها داعش اليوم. من عام 2003 ولغاية اليوم تحدث سرقات كثيرة للآثار العراقية وتذهب إلى هذا المتحف أو ذاك. ما الذي اليوم يقصده داعش من هذا الحدث الجم الذي حصل اليوم في الموصل وما حجم التدمير الذي يحصل اليوم في الآثار؟ بالحقيقة أنه ما يجري اليوم وهو كالسابق هي منظومة بربرية شملتها محاور، عدة محاور، أبرز المحاور اللي انتمت لها هي منظومة داعش وما حملتها منظومة داعش من أفكار بإلغاء الملامح الأثرية والحضارية لمدينة الموصل وهي لها أبعاد قديمة من أيام الفارسيين والساسانيين فكان لها ملامح أنه كيفية القضاء على هذه منظومة ملامح هذه المدينة بالمجمل وبتحديدا لملامح لا سيما أنه المتحف شمل وشمل أيضا بوابة نرجال هاي المنظومتين. وإحنا نعرف المتحف بالوقت الراهن يشمل جزئين، الجزء الأكبر اللي هي القاعة الحضرية والجزء الثاني اللي هي القاعة الآشورية لا سيما الجداريات الآشورية المنحوتة وبالنسبة إلى المنحوتات الحضرية اللي لها ثقلها
على مستوى مدينة الحضر أو على مستوى بقية الآثار اللي هي بعد الفترة الآشورية تحديدا. فكان التهديم أو للمتحف للقاعة تحديدا القاعة الحضرية. طيب. بالنسبة للمنحوتات، أما بالنسبة للثور المجنح فهو جزء من أجزاء المتحف تم نقلها إلى الجامعة الموصل. طيب. دكتورة زينة، يعني كونك خبيرة في الآثار العراقية، عندما نتحدث على متحف الموصل، كم قطعة آثرية يحتوي هذا المتحف؟ بالحقيقة المتحف قبل فترات، يعني تقريبا في حدود 4-5 سنوات، تم نقل معظم مقتنيات المتحف الثمينة اللي موجودة في المستودعات إلى المتحف العراقي، لكن هناك قطع لم يتسنى للقادمين أو المتحف العراقي من اقتنائها لثقلها، ثقل حجمه ما في، يعني لا يوجد متسع مكاني بالتالي لاستقطاب تلك القطع، فبالتالي بقت هناك بالنسبة إلى المستودعات لا توجد، لكنه في قاعة موجودة هناك قاعتين اللي هي تشمل القاعة الحضرية والقاعة الأشورية كما أسلف ذكرها. إذن هذه القطع في المتحف الذي دمر اليوم أمام أعيننا بهذه الطريقة البشعة، كم يبلغ عمر هذه القطع اليوم؟ والله القطع الآشورية، احنا نعرف تاريخ الآشوري كم يبلغ من القرون، الفترة الآشورية معروفة في قدمها، لكنه القاعة الحضرية اللي هي أتلفت تقريبا اللي هي من القرن الثاني، اللي هي أبرز الملامح أو أوج عظمة الفن النحتي، بلغ بالقرن الثاني قبل الميلاد. فبالتالي هذا مجمل ما يعني نتحدث عنه، أنه القطع اللي أتلفت بشكل متعمد هي القاعة الحضرية. نعم. الدكتورة زينة خليلة سلطانة، الأستاذة الجامعية والخبيرة في الآثار العراقية، شكرا جزيلا لك. عفوا. في شأن آخر، أثارت صور حصلت عليها الشرقية نيوز أساليب الجديدة لاحتجاج النازحين في مخيم شم مشكور في قضاء زاخو بإقليم كردستان إثر إهمال إدارة المخيم لهم، وتظهر الصور قيام النازحين بقطع الطرق ورمي النفايات في الشوارع الرئيسة للمخيم بسبب سوء الخدمات التي تقدمها إدارة المخيم. بينما توثق مجموعة قنوات الشرقية صور النازحين، ما يؤلم منها وما يحزن، وجدت بين طياتها صورا جميلة لمثابرين سهروا على إغاثتهم ورعايتهم رغم ضعف الإمكانات. الحاج رافع الحلبوسي يجسد بأدائه المتفاني في ترتيب أوراق النازحين صورة قد تحفز المسؤولين على بذل جهد أكبر في تخفيف أوجاع النازحين. عمر الجمال يضعنا أكثر في الصورة. في ثانوية للبنات وجدناه مثال للمثابر في وقت يشتكي الوطن من ترهل المؤسسات حتى المعنية بإغاثة المنكوبين. منكوبون رأوا في التربوي والشيخ والتاجر والإغاثي رافع فرج ونموذجا يستحق شكرهم والتقدير، في مدرسته يعلم الجيل النازح ما ينفعه ويقوي عزيمته في فترة نزوحه، وفي ذات الوقت يعاون إدارة الثانوية بمهامها الشاقة، وهي واحدة من 60 مدرسة عاون تربية الأنبار وصلاح الدين والموصل على فتحها في كردستان العراق. أكو طالبات يعني الباب العازة وتعرف تحتاج البنية، فما تجي أسمع من غير طالبة أنه شيخ رافع عالجها. يبذل كل جهد في سبيل إسعاد الآخرين، وكان لمجهود المتميز أنه أوكلت إليه إدارة أهم المراكز الامتحانية لما تمتع به من أمانة ودماثة خلق وحسن عشرة ومعاملة مع الطلبة، فكان حريص على أن نجاح الامتحانات. ثم واكبنا في هذه المرحلة اللي مرحلة مهمة، قضية افتتاح المدارس للطلبة النازحين من مختلف المحافظات. شارك أبو طيبة مع تجار في كسوة آلاف الطلبة النازحين شتاء، ويتفقد عوائلهم في كل ناحية وقرية، وهو المعيل لثلاثة عوائل. يقول إنما أثاره يوما اتصال أحد الأثرياء يطلب منه عونا بعد أن صار نازحا بيته مدمر وكذا عمله، ف
فسد الثري ما في ذمته من دين بما كان يدخر من المال. وحينها تذكر أبو طيب قول النبي: يرحم عزيز قوم ذل. أقول هاي غمة راح تنجلي وتبقى المواقف الطيبة عند الناس. مو الهاجس الديني خلاني أصدى، هاجس أهلي اللي هم اليوم محتاجيني. أنا قد أمتلك جاه عند الناس، إذا ما أكون نافذ بهذا الجاه وأجيب فلوس من الأغنياء أنا لا خير فيها. وصلت للشيعي، وصلت لليزيدي، وصلت للصابي، وصلت لابن الموصل، وصلت لابن صلاح الدين، وهكذا ديني ووطنيتي تحتم علي أن أصدى هذا المشروع العظيم. أن تجد بين ركام النزوح المنتشر في العراق من يثابر كي يزيل بعضا من هذا الركام عن قارعة طريق الحياة، جدير بأن يراه القاصي والداني من المتكاسلين عن الأداء بواجباتهم تجاه شريحة سيسجل التاريخ أنها دفعت ثمنا باهظا لعثرات العملية السياسية. هكذا يصف النازحون من يعينهم على مصاعب الحياة ومتطلباتها. من أربيل عمر الجمال، الشرقي نيوز. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز. الحصاد مستمر وفيه بعد قليل. بالاستحواذ على المواقع الحكومية والإخلال بمبدأ التوازنات واستمرار سياسة التعيينات بالوكالة. الحكيم ينتقد للمرة الأولى الوزارة التي شارك في تأسيسها، عاود للاستحواذ على المواقع الحكومية والإخلال بالتوازنات والاستمرار في سياسة التعيينات بالوكالة، في إشارة لما جرى في أمانة بغداد. على خلفية أزمة إعادة التوازن للدولة العراقية بين اتحاد القوى والأطراف الأخرى، تسمية رئيس جهاز المخابرات تنضم للتحديات الراهنة الجديدة. سياسيا، وافق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على طلب رئيس هيئة الحج والعمرة صالح الحيدري لإعفائه من منصبه. يشار إلى أن صالح الحيدري الذي ينتمي للمجلس الأعلى الإسلامي وتم تعيينه رئيسا للوقف الشيعي من قبل رئاسة الوزراء، فيما تولى رئاسة هيئة الحج والعمرة بأمر من المالكي بدلا من رئيسها السابق محمد تقي المولى. وتواردت معلومات خلال الساعات الماضية عن إمكانية ترشيح الشيخ خالد العطية رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون السابق مهام الهيئة، دون أن تؤكد مصادر مستقلة هذه الأنباء. إلى ذلك، هاجم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم ما أسماه استمرار سياسة التعيينات بالوكالة، في إشارة إلى ما جرى في تعيين الأنسة ذكرى علوش مرشحة رئيس كتلة دولة القانون علي الأديب في أمانة بغداد. وقال الحكيم إن الطريق أمام الحكومة ما زال طويلا وشاقا، وإن هناك تلكؤا في بعض الملفات منها الاستحواذ على المواقع الحكومية والإخلال بالتوازنات
واستمرار سياسة التعيينات بالوكالة. وقال الحكيم أيضا خلال كلمة له اليوم إننا نعمل بوتيرة متصاعدة لتدعيم بيئة الثقة والتواصل بين مختلف الأطراف السياسية في البلاد في أجواء تسودها الإيجابية. مقارنة بالوضع غير الطبيعي الذي يعيشه الوطن، فإن الجو السياسي الحالي يعتبر إيجابيا بصورة كبيرة. إن بناء البيئة السياسية الصحيحة هو من أهم البناءات في هذه المرحلة، واليوم نحن نعمل وبوتيرة متصاعدة من أجل تدعيم بيئة الثقة والتواصل بين مختلف الأطراف، ولكن الطريق ما زال طويلاً وشاقاً أمام الحكومة للوصول إلى بر الأمان، وهناك تلكؤاً في بعض الملفات المهمة والحساسة، ومنها في الاستحواذ على المواقع الحكومية والإخلال بمبدأ التوازنات واستمرار سياسة التعيينات بالوكالة، والتي ما زالت تمثل عقبة حقيقية أمام النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للدولة. وحول الأزمة المالية الأخيرة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، حذر الحكيم خلال كلمته من تحول الصراع على النفط إلى صراع واردات أو إيرادات بدلا من حدوده الطبيعية، والتي هي صراع إجراءات إدارية وفنية، لأن هذا الصراع من شأنه أن يدخل البلاد في نفق مظلم يصب في مصلحة الإرهاب والمتصيدين بالماء العكر. وفي ملف العلاقة مع الإقليم، فإننا نلحظ عودة التصعيد الإعلامي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وليعلم الجميع أن الصراع على النفط يجب أن لا يتحول إلى صراع إيرادات، وليبقى في حدوده الطبيعية في كونه صراع إجراءات إدارية وفنية، لأنه متى ما تحول إلى صراع إيرادات فإن العلاقة ستدخل في نفق مظلم، وسيكون من الصعب الخروج منه في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعراق، ونكون قد قدمنا هدية مجانية للإرهاب وللقوى التي تتصيد بالماء العكر. ولكني مطمئن أن في كردستان العزيزة قيادة حكيمة تعرف جيداً كيف تحافظ على حقوق العراقيين جميعاً. وينضم إلينا للحديث عن جملة مواضيع سياسية القيادي البارز في المجلس الأعلى الشيخ حميد المعلى، ضيفاً كريماً على حصاد الليلة. شيخ حميد أهلاً بك. سنبدأ بك. ما اعتبره البعض بأنه هجوم جديد للسيد الحكيم على الحكومة، يعني ما المقصود؟ هل هذا التحذير ينتقد الحكومة، وينتقد تحديدا بمعنى أدق ما اعتبره يعني بمثابة استحواذ وهيمنة على المناصب؟ هل هذا تحذير أم ماذا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لكم وتحية طيبة لمشاهديكم الكرام. الواقع هو ليس هجوما وإنما هو تحذير، كما عودنا سماحة السيد الحكيم يمارس دورا ترشيديا لكل القضايا التي تهم البلد، سواء كانت في الحكومة سواء كان في الإقليم، وربما يتطرق حتى إلى بعض الموضوعات الإقليمية التي يرى من الضروري أن يضع إصبعه على بعض المؤشرات التي يعتقد أن من المهم التوجيه إليها ولفت الأنظار إليها من أجل معالجتها وتجاوز الأخطاء لا سامح الله إن وجدت. هل نعم. فعلا تؤمنون حاليا، يعني سأعود بك إلى هذا الموضوع بخصوص ما اعتبرته أيضا تحذيرا على لسان السيد الحكيم، يعني هل لازلتم تؤمنون بأن الحكومة الحالية يعني ستصحح الأخطاء الماضية، أو أقله لن تقع بنفس الأخطاء القديمة؟ هذه العبارات تتردد حتى في ظل جملة المشاكل المطروحة على الطاولة السياسية في العراق. هل لازلتم تؤمنون فعلا بعلاج سريع أقله في المرحلة الراهنة؟
الواقع أن سماحة السيد نفسه أشار إلى أن البيئة العامة ما زالت هي بيئة إيجابية، ونعتقد أن تشكيل الحكومة الذي مضى عليه 6 أشهر، وهو أيضا أشار في الخطاب أنه مضى على حكم على عمر الحكومة مدة 6 أشهر، نحن نعتقد فعلا أن هذه المدة ليست كافية من أجل إعطاء أحكام حازمة وقاطعة وتقييمية جازمة. المبنى العام لدينا هو أهمية إعطاء الحكومة فرصة، لكن إلى جانب هذا هناك من يعتب على أن بعض الإجراءات تحتاج إلى سرعة، ومن شأن هذه السرعة إيجاد الطمأنينة لمختلف القوى، ليس فقط للمجلس الأعلى وإنما لكل القوى التي آمنت بأن هذه المرحلة وهذه الحكومة التي حصلت على دعم دولي ودعم داخلي، الجميع يأمل بأنها توجد إصلاحات من شأنها تطمين الجميع على وحدة بلدهم وعلى تماسك شعبهم وعلى أهمية أن ينطلقوا ويتخلصوا من القوقعة التي عاشوا خلال عقد من الزمن فيها. نعم، ما زلنا معولين، وما زال كثيرون يعتقدون أيضا أن هناك أملا بالإصلاح، لكن تأشير بعض الأخطاء أو التحذير من بعض المنهجيات التي سبق وأن لم نلمس منها خيرا كثيرا، أعتقد أيضا هذا منهج جيد، وهو منهج الذي يتبعه المجلس الأعلى أيضا باعتباره يعتقد أن من مسؤولياته هو التأشير على ما يراه تلكؤا أو ما يراه خطأ أو حتى ما يراه غير جادا أو غير فاعلا. طيب، قلت قبل قليل بأن يعني ما جاء على لسان السيد الحكيم هو مجرد تحذير، لكن ما يقرأ سياسيا أن ما جاء على السيد الحكيم هو أعنف من عملية هجوم أو عملية تحذير أو تذكير. يعني هناك من يقول أيضا بأن ما جاء على لسان السيد الحكيم كان كردة فعل على عملية اختيار السيدة ذكرى علوش بمنصب أمين بغداد، ما هو ردكم؟ لا، أولا أنا أتفق معك على أنه يكون تذكيرا وحتى أقل من تحذير، وهو توجيه عودنا سماحة السيد الحكيم على أن يطلقه للحكومات حتى الحكومات السابقة، هذا دور نمارسه، نعتقد أنه ممارسة أيضا شرعية ووطنية وهو واجبنا. الاعتراض الأساسي هو ليس لأن هذا المنصب قد ذهب من المجلس أو جاء شخص آخر، الاعتراض مشخص بأنه أولا الالتفات إلى موضوعة التوازنات، والثاني هو عدم العودة إلى موضوعة التعيين بالوكالات، هاتان مسألتان نعتقد أن العودة إليهما عودة للإخلال بالتوازن، وبالتالي إيجاد فضاءات غير مناسبة، ونحن من دعاة إيجاد بيئة هادئة قادرة على أن تنضج القرارات وقادرة على أن تتقدم باتجاه ما وعدت به الشعب. لكن هذا التصريح جاء علنية وصراحة بعد عملية تعيين السيدة علوش، كيف تربط بين الموضوعين؟ ربما يكون السبب هو موضوعة الأمانة أو موضوعة الوقف الشيعي أو موضوعة هيئة الحاج، ربما موضوعة بعض الوكالات التي يتم التعيين فيها، هناك جملة من المواضيع، وموضوعة أمانة العاصمة باعتبار كانت بشكل واضح هي من الهيئات التابعة إلى المجلس الأعلى، وبالتالي كان إطلاق مثل هذا الأمر، لكن في جوهر هذا الأمر كنا نشير إلى حالة أعم من ذلك، ونحن حينما نقول لا يوجد هناك من يتمسك بمنصب إلى آخر العمر ولا ينبغي أن نطالب بهيئة تبقى لنا باستمرار، إنما قلنا أن الوزارات مثلا تمت معالجتها وفق سلال ووفق توازن معين، هناك الهيئات المستقلة أيضا ينبغي أن يتبع فيها نفس الأسلوب، هناك أيضا موضوعة الوكالات والتي نطالب بتجديد عدد كبير من الوكلاء الموجودين في الحكومة وفي السفارات وما شاكل ذلك. عملية أن تكون عودة إلى التعيين بالوكالات أمر سيؤدي إلى إيجاد عدم ثقة فيما بين الشركاء، وهو أمر يعني حصدنا
مثالبه سابقا، وبالتالي فلم العودة إلى تجارب لم تثبت شيئا ولم تقدم خيرا للبلد؟ هذا هو التحذير بشكله العام، ربما جاء على هذه الخلفية أو تلك، لا يهم تسمية هذا المنصب أو ذاك بقدر ما يهمنا الاتجاه العام، وهو ترشيد المسار، حفظ التوازنات، عدم العودة إلى قرارات كان من شأنها إيجاد خلخلة وإيجاد عدم ثقة فيما بين الشركاء. نعم. شيخ عهدناك، طالما عهدناك صريحا، يعني لا تخفى عملية ترشيح السيد محمد الربيعي من قبلكم. السيد الحكيم حضر معه مؤتمرا صحفيا ثم اصطحبه إلى السيد المالكي، إذن هناك منافسة وحساسية. لا، أنا لم أنكر ذلك، الآن قلت لك، قلت أن هذا المنصب كان لنا، لكننا لسنا متشبثين بهذا المنصب، نحن فقط متشبثين بطريقة أن عموم هذه الهيئات ينبغي أن تكون وفق سلة ووفق مفاوضات، هذا الذي نقوله، إذا عادت إلينا فبها، إذا ذهبت إلى غيرنا فأيضا هذا أسلوب جيد، ويمكن تبادل الهيئات والمناصب من شأن إيجاد تقدم، لا نتمسك بالمكان بقدر ما كما ذكرت لك نشير فقط إلى أهمية أن تكون هناك سلال، أن يكون هناك تفاوض، أن لا عودة إلى التعيين بالوكالات. إذن هناك شروط للمجلس الأعلى فيما لو ذهبت إلى غيركم؟ لا توجد لدينا شروط، نحن نقول فقط أن هذه الوكالات، هذه الهيئات المستقلة، الوزارات، المناصب الأخرى السيادية، ينبغي أن تكون هناك مباحثات ومفاوضات بين الشركاء من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي دفع العملية قدما إلى أمام، هذا الذي نقوله، لا نتمسك باسم معين ولا بمنصب مشخص ولا بموقع محدد، نتمسك بالمبادئ، المبادئ والآليات، هذا هو الذي ندعو إليه من أجل إدامة المسير. طب هل نقلتم وجهة نظركم إلى السيد حيدر العبادي؟ هل كان لديه أي تعليق حول هذه المسألة تحديدا؟ نعم، نقلت وجهة النظر حتى قبل أن يتم الإعلان عن اسم السيدة التي تم تعيينها، وذكر أن الموضوع لم يكن موضوع لماذا ذهبت الأمانة أو لماذا تذهب الهيئة، لم يكن الموضوع موضوع الأسماء، كان الموضوع أو التحفظ الحقيقي والأساسي هو في شقين، الشق الأول حفظ التوازنات، الشق الثاني عدم الانفراد بالتعيينات بالوكالة، لأنها عودة إلى نظام وإلى أسلوب سابق كان قد أنتج اختلافا فيما بين الفرقاء. طيب طالما سميته تحفظ على اختيار السيدة علوش، هل هي لأنها مرشحة من قبل السيد علي الأديب؟ لا، كما ذكرت لك لم يكن أصلا لدينا تحفظ على كون أن المرشح هو امرأة أو رجل، لم يكن لدينا تحفظ على أن المرشح أن يكون من هذه الكتلة أو تلك، تحفظنا الأساسي والحقيقي على أن المواقع ينبغي أن تخضع إلى مفاوضات كما خضعت الوزارات، هذا أولا، والثاني أن هذه المواقع إذا لم يتم التوصل إلى أمر قاطع فيها لا يمكن الذهاب إلى موضوعة الوكالات، وإنما الذهاب إلى السياقات الطبيعية، وهذه باعتبارها مناصب سيادية تحتاج إلى موافقة مجلس النواب وتحتاج إلى تصويتات، وذلك اعتقادا منا أن الذين يعينون بالوكالات سوف يكون تنصيبهم ركيك وستكون إرادتهم مرهونة بإرادة الآخرين، أما إذا تم التصويت عليهم من قبل مجلس النواب فسيمنحهم ذلك قوة من أجل إدارة المناصب التي يتولونها. القيادي البارز في المجلس الأعلى الشيخ حميد المعلى، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والتوضيح. كشي استاف ايما تشوين بغدو كشكل ودايا بغدو بارين مفلسة هيج باريك لا 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 أوي عراق دو بس احنا العراق مو مفلس، هو قال مفلس غير معنى، يعني معناها كاش ما عندنا، انت اذا كاش عندك ما عندك مو معناها مفلس، الفرق بين الحالتين. الشرقية نيوز، الآراء شتى والملتقى واحد.
عادت عائلات النازحة إلى ناحية السعدية في محافظة ديالى بعد تدقيق ملفاتها الأمنية وإكمال الإجراءات المتعلقة كافة بعودتها. محافظ ديالى عمرو المجمعي أعلن بأن الوجبة الأولى تضمنت 150 عائلة، ستعقبها وجبات أخرى من أهالي الأحياء السكنية التي يتم إعادة تأهيل البنى التحتية لها وإيصال الماء والكهرباء والخدمات الأخرى. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا سيف طلال. أنا واحدة من الناس أقول يمكن أموت أروح بيتي أطب أموت. وأخيرا وبعد طول انتظار دام لأشهر تستقبل ناحية السعدية عائلاتها النازحة. أكثر من 100 عائلة نازحة عادت إلى حي الخضراء في السعدية كوجبة أولى، تليها وجبات أخرى بانتظار تدقيق مستمسكاتهم الثبوتية. رحت البيت الله يمكن ما فرحت مثل ما ساني ما مصدقه وصل حتى بيتي، والله اسجد والله العظيم اسجد بيتنا اقول الحمد لله ورجعنا سلامات والحمد لله وكله بجهودكم ان شاء الله. علاقنا واحد، خيراتنا هوايه، وشعبنا واحد، ما فرق بين كل الطوائف، والله العلي العظيم احنا عراقنا واحد منذ الاف السنين ولحد هسه وقلبنا ابيض ان شاء الله. عودة العائلات جاءت بعد إعادة الخدمات الصحية والخدمية إلى الناحية التي تضررت أغلب دوائرها الحكومية وعشرات الدور السكنية فيها نتيجة الأحداث الأمنية الساخنة التي شهدتها طوال الأشهر الماضية. والله نقول اللي يقدر خلي يعني يستعجل بالرجعة يوم قبل باكر. الواحد يريد يرجع لمنطقته، نريد نرجع لمنطقتنا ونريد نرتاح منطقتنا ونريد احنا. ما يصير مثل منطقتك، مو مثل منطقتك، مهما يصير منطقتك. والحمد لله رجعنا وهسه كل اشكال ماكو. هذا ولا يزال اكثر من 40,000 نازح من السعدية في مخيمات خانقين بانتظار يوم العودة الى الديار. من ناحية السعدية للشرقية نيوز، سيف طلال. هذا وزار وفد برلماني عراقي مخيمات النازحين في شقلاوة والتي تضم أكثر من 12,000 عائلة نازحة من المحافظات الساخنة، واطلع الوفد النيابي على معاناة النازحين والظروف المأساوية التي يعانوها بعد أن تركوا دورهم ولجأوا إلى بيوت طينية لا تصلح للسكن. وقال قائم مقام شقلاوة رزقار محمد إن العدد الكبير من العائلات النازحة يفوق قدرة القضاء الاستيعابية من ناحية السكن والكهرباء وعدد الأسواق وكل ما يتعلق بالخدمات، مطالبا الحكومة المركزية بتقديم العون لهذه العائلات والأخذ بنظر الاعتبار بالوقوف مع حكومة الإقليم لاحتوائها. أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري بأن الحكومة العراقية سترسل مشروعا جديدا لقانون المساءلة والعدالة، وأن مبدأ العدالة القضائية هو السمة الحقيقية التي يجب أن يحملها القانون الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع الجبوري مع رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة، حيث جرى استعراض عمل الهيئة وأبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ إجراءات قانون المساءلة والعدالة. في غضون ذلك أكد نائب رئيس مجلس النواب أرام شيخ محمد تسلم رئاسة البرلمان مشروع قانون المساءلة والعدالة المرسل من مجلس الوزراء، وقال أن الرئاسة طالبت اللجان المختصة بالإسراع في إكمال الإجراءات التشريعية لغرض إدراج القانون على جدول عمل المجلس. كما أعلن شيخ محمد وصول مشروع قانون الحرس الوطني إلى هيئة رئاسة المجلس بشكل رسمي من قبل مجلس الوزراء، وأشار إلى أن هذا القانون يتكون من 22 مادة. ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي جلسة المجلس الاعتيادية نصف ساعة إثر ضجة أثارها نائب عن دولة القانون تطورت إلى مشادة كلامية مع رئيس البرلمان سليم الجبوري. وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة بعدما قام النائب كاظم الصيادي بالتجول داخل قاعة البرلمان وهو يصرخ باتجاه رئيسه ويحرض نواب كتلة دولة القانون حول إحدى مشاريع القوانين دون الاستجابة لطلبات رئيس البرلمان بالالتزام بالنظام العام للمجلس. سيد رئيس اللجنة المالية تفضلون أماكنكم لأن عندنا نقاش. تفضل بمكانك أولاً. تفضل بمكانك. خل نبدأ. تفضل بمكانك. تفضل بمكانك. تفضلوا بأماكنكم. تفضلوا.
هذه عملية إثارة فوضى واضطراب أنت تتحمل مسؤوليتها. أولاً مشروع قانون جاي من رئاسة الجمهورية يقرأ، وبعد ذلك اللي عنده وجهة نظر خلي يصوت. هذا هو السياق اللي احنا ماشيين به. ما مسموح لك، ما مسموح تحرض النواب على أن يطلعون، ما مسموح لك. هذا مو سياق متبع. أولاً يقرأ مشروع القانون، وبعد ذلك من يعترض عليه من حيث المبدأ يبين وجهة النظر. من يؤيد هذا المشروع؟ أولاً مشروع القانون أحيل إلى رئاسة المجلس من قبل لجنة حقوق الإنسان تطلب فيه عرضه للقراءة الأولى. ليس من حقنا أن نمتنع عن ذلك. أنا أريد أسمع وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان أولاً. شكراً سيادة الرئيس. هذا أولاً عملية مو بس إثارة فوضى، مو بس إثارة فوضى، وإنما تريد تسحب وجهات النظر بطريقة غير منطقية. السياقات نتبعها كما نتبع أي مشروع قانون آخر. لا نقاش إذا لم يقرأ القانون، وبعد ذلك من لديه الاعتراض نصوت وخلي يرفض. روح اسأل اللي دزه. هذا مشروع قانون مو مقترح. تفضلوا اللجنة المختصة. مرت الأخرى بهالطريقة تحكي تطلع. مرت الأخرى لا يسمح لك بالمداخلة، والكتلة التي تنتمي إلها معنية بسلوكياتك وتصرفاتك. تفضلوا اللجنة المختصة. شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى لا يسمح لك بالحديث بهالطريقة هاي. ترفع الجلسة. أعلنت كتلة الأحرار النيابية عن إطلاق ورقة جديدة باسم الميثاق السياسي، قالت إنها لحقن الدماء والحفاظ على أرواح وأعراض وممتلكات جميع العراقيين بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو المعتقد. ودعا رئيس كتلة النيابية محمد الدراج في مؤتمر صحفي جميع الأطراف السياسية إلى التفاعل ودعم بنود الميثاق، وقال أن تيار الأحرار متمسك بالتحالف الوطني والتعامل مع جميع الكتل السياسية لتوحيد الصفوف وكتابة الميثاق السياسي. تلبية لنداء سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عز الله، نعلن اليوم انطلاق ورقة الميثاق السياسي وتفعيل جميع بنوده التي أكد عليها سماحته من أجل حقن دماء بين العراقيين والحفاظ على أرواح وأعراض وممتلكات جميع العراقيين بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو المعتقد، وعدم التعدي عليهم تحت أي مسوغ أو حجة، بالإضافة إلى حماية كل التقاليد والشعائر والطقوس الدينية التي تمارسها كل مكونات الشعب العراقي، وضرورة التعاون من أجل إقامتها تعزيزاً للوحدة الوطنية، وعدم إتاحة الفرصة لكل من تسوي له نفسه زرع الفتنة بين مكونات هذا الشعب، وكذلك تفعيل التعايش السلمي مع جميع دول الجوار من أجل الدفع بعجلة التقدم ومنافسة الدول المتقدمة والمتطورة. كما نبين أن الميثاق سيكون من رحم التحالف الوطني وليس بمعزل عنه، داعين جميع الأطراف السياسية إلى التفاعل ودعم جميع بنود الميثاق لغرض إيجاد عملية سياسية حقيقية قادرة على خدمة المواطن والوطن، وبمشاركة جميع الشركاء السياسيين دون تهميش طرف على حساب آخر. وعرض وفد من كتلة الأحرار على نائب رئيس الوزراء صالح المطلق القيادي في اتحاد القوى ورقة الميثاق السياسي التي دعا إليها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تقوية مفاصل الدولة وحصر السلاح بيدها وبإشرافها. المطلق أكد لوفد كتلة الأحرار بأن الاتحاد يساند أي جهد خير يدعو إلى اللحمة الوطنية، ودعا الكتل السياسية إلى التحرك باتجاه مواجهة الانفلات الأمني وبناء مؤسسات الدولة المدنية التي تكفل لجميع المواطنين حقوقا متساوية وتحفظ لهم أمنهم وكرامتهم. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز.
ومن مواضيع الحصاد، اتفاق اللي صار قبل نهاية السنة اللي فاتت صامت وقام. أكو بعض الإشكاليات بالتنفيذ، احنا من واجبنا كممثلين أو بعض الوزراء الكرد الموجودين في الحكومة يستمرون في تدليل هاي المشاكل. الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لا يزال صامدا على الرغم من إشكاليات في تنفيذه، يقول زيباري. والبرزاني يجتمع بالأحزاب الكردستانية. عقدت الأحزاب الكردستانية اجتماعا موسعا بإشراف رئيس الإقليم مسعود البرزاني وبحضور الكابينة الحكومية لكردستان للبحث في الأزمة المالية في الإقليم والخلافات التي تعصف بالاتفاق النفطي مع حكومة بغداد. وأصدر المجتمعون بيانا مشتركا أكدوا فيه أن لشعب كردستان وحكومة الإقليم الحق الشرعي ووفقا للمادتين 112-115 من الدستور باتباع سياسة استكشاف وتصدير النفط في الإطار القانوني لضمان اقتصاد الإقليم، وهذا كفيل بحلحلة جذرية لمشكلة الموازنة ولرواتب مواطني كردستان. وأكد البيان أن حكومة كردستان تنفذ الاتفاق النفطي مع المركز بحذافيره، وأن على حكومة بغداد تنفيذه، وأن المشاكل الفنية التي تعترض تنفيذ الاتفاق قابلة للحوار وللمعالجة. كما طلب الاجتماع حكومة بغداد ومجلس النواب والتحالف الوطني بعدم جعل المشاكل السياسية والمعوقات الفنية حجر عثرة أمام رواتب مواطني كردستان، وكذلك مساندة قوات البشمركة وضمان رواتبهم أسوة بالجيش العراقي. إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء العرجي إن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل نص على فقرة مهمة وحساسة تقول إن الإقليم يصدر 250 ألف برميل من نفط كردستان و300 ألف برميل من محافظة كركوك التي هي عراقية ونفطها عراقي. تصريحات العرجي جاءت خلال كلمة ألقاها اليوم من الجامعة المستنصرية في بغداد. الإقليم لم يكن هناك اتفاق مكتوب فيما بينه، لكن هذا ثبت في قانون الموازنة وأصبح أكثر من اتفاق قانون. 250 ألف برميل يصدرون الأخوان من نفط أقليم كردستان، 300 ألف برميل من كركوك التي هي نصينا عليها تابعة للحكومة الاتحادية، هذه مسألة حساسة. أنبوب النفط الاتحادي فلش داعش، استعملنا أنبوب الأقليم. إننا نلحظ عودة التصعيد الإعلامي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وليعلم الجميع أن الصراع على النفط يجب أن لا يتحول إلى صراع إيرادات، وليبقى في حدوده الطبيعية في كونه صراع إجراءات إدارية وفنية. سنبقى في موضوع الاتفاق النفطي، حيث أكد وزير المالية العراقي هشام زيباري أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لا يزال صامدا على الرغم من إشكاليات في تنفيذه. وأقر زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة بأن هناك بعض الإشكاليات في تنفيذ الاتفاق بين الطرفين، لكن قال إن العلاقات بين أربيل وبغداد غير متوترة وقد تحدث إشكاليات في عملية التنفيذ، لكن الاتفاق صامد وقائم، وإن في قانون الموازنة نصا صريحا بأن أي طرف يخل بالاتفاق يكون الطرف الآخر في حل منه. العلاقات حقيقة مو متوترة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إطلاقا، علاقات تعاون، علاقات مشاركة في الحكومة. تصير إشكاليات بالتأكيد بين فترة وفترة، لكن المبدأ أنه الاتفاق اللي صار قبل نهاية السنة اللي فاتت صامت وقائم. أكو بعض الإشكاليات بالتنفيذ، احنا من واجبنا كممثلين أو بعض الوزراء الكرد الموجودين في الحكومة يستمرون في تدليل هاي المشاكل، لأن أكو التزامات متقابلة والطرفين لازم يفوا بهاي الالتزامات. وفي نفس التصريح عن الأنباء عن تمديد صرف رواتب الموظفين لكل 40 يوما بدلا من شهر، قال وزير المالية هشام زيباري إن هذا الموضوع أسيء فهمه، وإن الموقف الصحيح هو أن دفع الراتب قد يتأخر، ولكن هذا لا يعني أن يقطع أي يوم من أيام عمل الموظفين. احنا حاليا كل جهدنا هو باتجاه تأمين
دفع رواتب الموظفين في وقتها. يعني هذه مهمة الأولوية بالنسبة للحكومة. ربما أحيانا يتأخر التمويل، ربما يتأخر دفع الراتب، بس مو أنه إحنا راح نقطع أي يوم من أيام الموظف إطلاقا. لكن صايرة في كثير من الحالات مجالات أنه ربما يتأخر تسليم الراتب إلى فترة معينة. أكون دول أيضا في أوضاع صعبة أصلا وما تصرف راتب. کشی استاف ایم چون بغداد کشکل و دایا بغداد پاره ای میاد مفلسه هیچ پاره ای ل اوی عراق دار مفلسه نه عراق مفلس هو قال مفلسه به معنا يعني معناها كاش ما عندنا انت اذا كاش عندك ما عندك مو معناها مفلسه فرق بين الحاجتين الشرقيه نيوز الاراء شتى والملتقى واحد أهلا بكم من جديد ومن قصص الحصاد الأخرى. المحمود للشرقية نيوز. 8000 معتقل عراقي جرى إخلاء سبيلهم بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكم خلال شهر واحد. قال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في لقاء مع الشرقية نيوز، قال أن هناك 8000 معتقل عراقي جرى إخلاء سبيلهم بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكم خلال شهر واحد فقط. تصريحات المحمود التي رد فيها على اتهامات من نواب وشخصيات حقوقية حول تأخير حسم قضايا المعتقلين دون تحقيق جاءت خلال حفل لسفارة الكويتية في بغداد. بالتأكيد هذا هدف وهاجس يعيش معنا أن وجود المعتقل أو الموقوف مسألة تعيش معنا كل لحظة. نستطيع أن نغذ السير أكثر فأكثر لإنجاز قضايا الموقوفين، وفعلا ظهرت قبل يومين أن في الشهر الماضي ما يقرب من 8000 شخص أخلي سبيله ما بين إفراج وما لعدم توفر الأدلة وما بين إحالة إلى المحاكم. بدوره قال نائب الرئيس العراقي نور المالكي للشرقية نيوز إن الحكومات السابقة بعد 2003 تمكنت من تحقيق انتقالة في العلاقات العراقية الكويتية التي مرت بمشاكل ومطبات كثيرة، في حين تحدث السفير الكويتي في بغداد عن أهمية العلاقة الثنائية مع العراق. السياسة التي اعتمدناها في العراق في ظل العملية السياسية الجديدة هي الانفتاح على محيطنا العربي والدولي والإسلامي وإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي أتعبتنا وأتعبت دول الجوار جميعا. واحدة من هذه المشاكل الموروثة القديمة التي لعبت عليها دول كثيرة أو حكومات كثيرة هي العلاقة العراقية الكويتية، ومرت بمطبات كثيرة ومرت بأزمات كثيرة. اليوم العلاقات تنفتح بين البلدين سياسيا اقتصاديا وحتى أمنيا، وأنا أسجل شكرا لدولة الكويت أنها وقفت مع العراق في أزمته في مواجهة الإرهاب وقدمت ما استطاعت من دعم وإسناد. فأمنيات الشعب الكويتي والعراقي تلتقي في حب الخير والسلام، عسى الله يحفظ العراق وأهله ويحفظ الكويت وأهلها، ونتعاون إن شاء الله لمزيد من المناسبات السارة والمفرحة لكلا الشعبين. التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي الرئيس العراقي فؤاد معصوم مساء الأربعاء وبحث معه الأزمة القائمة بين المركز والإقليم، كما بحث الجانبان تعليق نواب اتحاد القوى والكتلة الوطنية حضورهما البرلمان، إضافة إلى مجمل الأوضاع العامة في المجالات السياسية والأمنية ومسار تطور علاقات العراق الخارجية وسبل إنجاح البرنامج الحكومي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن مجريات الحرب على الإرهاب وانخفاض أسعار النفط. من جهته قال نائب رئيس البرلمان العراقي همام حمودي للشرقية نيوز إن انسحاب نواب اتحاد القوى لم يكن موجها لمجلس النواب، لأن المجلس ليس مسؤولا عن الاختراق الأمني، وإنما كان الانسحاب موجها إلى مناطق معينة تخص جمهور الاتحاد. وأضاف أنه ليس هناك مناكفة في البرلمان، وإن لقاء العبادي مع اتحاد القوى قد يكون فيه تسوية لحل الأزمة. إن انسحاب الأخوة في اتحاد القوى
لم يكن موجها إلى مجلس النواب، وإنما كان موجها كرسالة من أجل التعاطف مع الجو العام الموجود في بعض المناطق والمحافظات، لأن مجلس النواب ليس هو مسؤول عما حدث من اختراق أمني فيما يتعلق باغتيال الشيخ الجنابي، وبالتالي فهي رسالة ليست في داخل مجلس النواب، وأعتقد أن مجلس النواب ما زال متماسك وقادر على أن يعالج أو يتحاور فيما بينه في إقرار المشاريع المهمة القادمة التي تمثل أفق جديد للوضع العراقي. لا أعتقد أن هناك مناكفة حقيقية في داخل مجلس النواب، ولقاء الأخ العبادي مع اتحاد القوى أعتقد فيه نوع من التسوية أو التفاهم أو الوعود، إن شاء الله تكون هي الحل. أمنيا، اختطف مسلحو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش 100 من أبناء العشائر قرب مدينة سكريت مركز صلاح الدين بعد الاشتباه بأنهم يستعدون لقتالهم حسب ما أفاد شيوخ عشائر لوكالة رويترز. ونقلت رويترز عن شيوخ إحدى العشائر قوله إن مسلحي التنظيم كانوا يدققون بكل محتويات الهواتف التي يمكن أن تظهر اصطفاف صاحبها ضدهم لمعرفة ما إذا كان يتعاون مع الحكومة أو منضم إلى إحدى الفصائل المسلحة. كما نقلت عن شهود آخرين أن مسلحي التنظيم سدوا مداخل تكريت من الجنوب والغرب والشمال بجدران خرسانية مقاومة للانفجارات يبلغ ارتفاعها 4 أمتار، كما غطوا الجسر فوق نهر دجلة بنحو متر من الرمال لعلها تمتص صدمة القنابل. وفي صلاح الدين أيضا استقبلت سامراء المئات من العائلات التي نزحت من مناطق سور شناس والطيوب شمال المدينة بعد أن هجرت من مناطقها بسبب استفزازات وتصرفات الميليشيات الوافدة التي منعتهم من العودة إليها بذريعة الأعمال العسكرية. وطالب نازحون بإخراج الميليشيات من مناطق حزام سامراء وإعادتهم إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن وتوفير حياة آمنة لهم. وأن في الأيام القليلة الماضية كثير من العوائل النازحة من منطقة شمال مدينة سامراء نتيجة العمليات العسكرية، والحمد لله قمنا بتهيئة المكان جهد الإمكان الموجود عندنا، قسم حطيناهم هياكل وقسم مدارس وقسم والله هسه موجودين تحت النايلون، سوينا السقايف مال النايلون وقاعدين بها، والله ما يقارب حوالي 500 إلى 600 عائلة دخلت بهذه الأيام القليلة المضت إلى مدينة سامراء. والله أوضاعهم سيئة جدا، لأنه أفرشة ماكو وغذاء قليل، حسب بس من اللي الخيرين من مدينة سامراء اللي جاي يقدمون لهم إياه، اللي يعني أكو عوائل هسه لو تروح تشوفها يعني قاعدة على الكارتون وفوقها أو بطانية أو بطانيتين موجودة عند كل العائلة. والله الحمد لله وشكر استقبلونا احنا نازحين من منطقة سور شناس، استقبلونا أهل سامراء استقبال جيد ووفروا لنا المنازل والملابس والأكل والمطاعم، ونطلب من الحكومة أن ترجعنا إلى منازلنا، عفنا ديارنا وجينا هنا محجرين احنا في سامراء. نريد نرجع على بيوتنا، ولا ما عدنا كل شيء هسه غير بيوتنا وعفنا حالنا ومالنا وسياراتنا وكلها عفناها بالدور، كلها عفناها بالدور، ونريد نرجع على بيوتنا. عددنا ما يقارب يجوز 5000 عائلة، نريد نرجع على بيوتنا ونشوف يعني نظل بهال هاي، لا جاي يسوون لنا حل ولا ابد. حصادنا مستمر ومن ابرز عناوينه. على خلفية أزمة إعادة التوازن للدولة العراقية بين اتحاد القوى والأطراف الأخرى، تسمية رئيس جهاز المخابرات تنضم للتحديات الراهنة الجديدة. المحمود للشرقية نيوز، 8000 معتقل عراقي جرى إخلاء سبيلهم بالإفراج عنهم أو إحالتهم إلى المحاكم خلال شهر واحد. ونرحب الآن بالسيد صلاح مزاحم الجبوري عضو اتحاد القوى والنائب عن محافظة ديالى. مرحبا بك سيد صلاح ضيفا كريما، ونعتذر عن التأخير. أهلا وسهلا. بداية سيد صلاح، يعني قرار عودة اتحاد القوى من عدمه اجتماعات ولقاءات وحوارات، على ماذا يتوقف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور قناة الشرقية الكرام. منذ اليوم الأول عندما اتخذ اتحاد القوى العراقية قراره بتعليق عضوية تعليق حضور جلسات مجلس النواب، كانت هذه الرسالة واضحة بعد أن حصل مجموعة من الاختراقات وكان آخرها
الاختراق الذي يعني حصل باختطاف النائب زيد الجنابي وعمه الشيخ قاسم السويدان الجنابي واغتيال الحماية واغتيال الشيخ واطلاق سراح زيد الجنابي. هذه كانت ربما بعد سلسلة من الخروقات الأمنية في مناطق كبيرة من العراق، منها مجزرة بروانة، منها مجزرة جامع مصعب بن عمير، وأيضا حتى سبايكر وحتى السجر ومناطق أخرى. عندما تم اتخاذ هذا القرار كان هذا القرار يعني ناتج من مجموعة اعتبارات. الاعتبار الأول أن حكومة الشراكة الوطنية التي كنا نعتقد بأننا شاركنا بها ستكون حكومة شراكة حقيقية في القرار وليست حكومة مشاركة، فهذه الرسالة كما قال السيد نائب رئيس مجلس النواب هي ليست لمجلس النواب وإنما للحكومة العراقية وللخروقات التي حصلت بالجانب الأمني وأيضا للتلكؤ الذي حصل في يعني في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسي ما بين الكتل السياسية، وأيضا ربما القسم الكبير منها انحرف من الاتجاه الذي تم الاتفاق عليه، وخاصة ما لاحظناها في قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة وقانون الحرس الوطني. إذن بالنسبة إلى المطالب، هنالك مطلب من عضو في داخل الاتحاد يطالب بأن تكون رئاسة جهاز المخابرات من حق الاتحاد في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب واحتساب هذا المنصب لصالح الاتحاد، هل سيعتبر هو خرق لهذه الاتفاقية السياسية أو لهذه الوثيقة؟ لا، بالتأكيد الموضوع لا يتوقف على منصب واحد. نحن في ورقة الاتفاق السياسي التي تم الاتفاق عليها والتي هي نفس يعني هي نفسها نفس فقراتها هي البرنامج الحكومي للسيد حيدر العبادي عندما طرحها للتصويت في مجلس النواب، هو موضوع التوازن، التوازن في كل مؤسسات الدولة. نحن نعتقد بأن التوازن غير موجود الآن في مؤسسات الدولة ومن ضمنها يعني جهاز المخابرات، جهاز الأمن الوطني. يعني إذا جئنا إلى إحصائية بالنسب المئوية تكاد تكون هذه المشاركة غير موجودة في جهاز المخابرات وفي جهاز الأمن الوطني. يعني فبالتأكيد النائب الذي طرح هذا الموضوع أنا أعتقد بأن عودة أعضاء مجلس النواب إلى مزاولة عملهم وحضور الجلسات لا يتوقف على منصب واحد هو رئاسة جهاز المخابرات، وإنما هي مجموعة من العوامل. يعني قد تكون في مقدمتها وباب المصالح الوطنية، يعني العفو العام، تعديل المساءلة والعدالة وفق الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه، قانون الحرس الوطني، تعديل أو إلغاء قانون قرار 76 و 88 الخاص بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، أيضا قانون العفو العام وحتى المعتقلين وإصلاح السلطة القضائية. نحن لا نتوقف يعني عند فقرة واحدة أو جزئية واحدة من هذا الاتفاق، وكاد ربما ستكون هذه رسالة سيئة للجمهور على أننا نبحث عن مناصب. لا، نحن نبحث عن أن تكون دولة ودولة قوية. ربما الآن أكبر تحدي هو تحدي داعش وتحدي السلاح خارج نطاق الدولة الآن موجود، سواء كانت من العصابات أو داعش. يعني هاتين المفردتين ربما تكون هي أفضل من المناصب، لكنها تحصيل حاصل عندما نتكلم عن التوازن أن تكون هذه الوظائف ضمن يعني استحقاقات اتحاد القوى العراقية والوطنية. طيب سيد صلاح، أنت تتحدث الآن عن جملة من المطالب والهدف منها هو تقوية هذه الدولة وليس البحث عن منصب واحد. الآن هذه المطالب من وجهة نظرك في وفق هذه المؤشرات الحالية، هل بالإمكان أن تحقق الحكومة العراقية الآن مطالب اتحاد القوى، أم أن هناك نوع من المرونة والتفاوض في حول هذه المطالب سيكون في المرحلة المقبلة؟ أنا لا أخفيك، اللقاء الأخير الذي جمع الدكتور حيدر العبادي مع أعضاء تحالف القوى أو مع الهيئة السياسية لاتحاد القوى العراقية والوطنية أو تحالف القوى العراقية والوطنية أنا كنت من ضمن الحضور، تمت يعني طرح هذه المواضيع بصراحة كاملة على الدكتور حيدر العبادي، لكننا نقول للأسف لم نلقى الجواب الشافي والكافي. وجدنا وعود ونلتمس هناك نوايا طيبة، يعني قسم من الأمور عندما نطرحها على الدكتور حيدر العبادي وهو من شكل الحكومة وألزم نفسه بأن ينفذ هذه ورقة الحقوق في حينها نحن اسميناها ودرجها ضمن البرنامج الحكومي، يقول اذهبوا إلى الكتل يعني تفاوضوا مع الكتل، في حين هناك قرارات قد يكون هو يعني يصدرها لا تحتاج لا إلى مجلس النواب ولا إلى تشريع ولا إلى مفاوضات مع الكتل الأخرى. هناك مناصب معينة على سبيل المثال هو يصدر أوامر تعينها، لكنها عندما تأتي إلى حقوق ومتطلبات أهلنا وناسنا من تحالف القوى العراقية والوطنية ربما يحتاج أن يناقش
يعني التحالف الوطني بالنسبة له. وأنا بالحرف الواحد في هذا الاجتماع قلت للسيد العبادي نحن شركاء في العملية السياسية معكم ولسنا موظفين لديكم نقدم طلبات لكي تنفذوا لنا هذه الطلبات، نحن شركاء عندما يكون الموضوع القرار يخص تحالف القوى العراقية والوطنية أو يخص جمهورنا علينا عندما نقدم هذا الموضوع عليكم أن توافقوا لا أن تنظروا. إذا كنتم تنظرون في هذه الطلبات أصبحنا نحن موظفين لدى الحكومة ولسنا شركاء حقيقيين في هذه الحكومة. طيب صلاح، ذكرت سيد صلاح ذكرت وعود، ذكرت نوايا، ذكرت لقاءات، ذكرت الكثير، ولم تتطرق إلى كلمة أو مفردة ضمانات. اليوم هذه اللقاءات عن ماذا تمخضت إذا لم تكن هنالك ضمانات؟ لماذا علقتم؟ لماذا مددتم؟ وما الذي سيحدث في المرحلة المقبلة؟ لا هو ما يعني بعد اللقاء الأخير تم الاتفاق ما بين يعني قوة اتحاد القوى العراقية والوطنية على التحرك على الشركاء في العملية السياسية من الكتل، ويعني أعتقد حتى تحركنا على الفصائل التي تعمل الآن على الأرض. يعني يوم أول أمس كان هناك لقاءات بهذا الشأن، وأيضا يوم أمس كان لقاء مع السيد عمار الحكيم. بدأنا نتحرك على الكتل لكي إذا ما تم الاتفاق واتخاذ قرار العودة إلى جلسات مجلس النواب أن يكون هناك طرف ضامن. حتى قلنا للسيد العبادي نحن على استعداد أن يعني نتعامل مع أي جهة موجودة على الأرض وأن تعطينا ضمانات، لأننا في الجانب الأمني على سبيل المثال نعتقد بأن قوات الجيش والشرطة الآن ليست هي الماسكة في زمام الأمور، هناك فصائل أخرى على الأرض، وهذا واضح جدا لأن يعني الجريمة التي حصلت للنائب زيد الجنابي لحد هذه اللحظة وعلى لسان الدكتور حيدر العبادي لم يتوصلوا إلى نتيجة من الجهة التي قامت بها. طيب رتل كبير جدا من جنوب بغداد يخطف نائب ويتجه إلى شمال شرق بغداد والدولة لا تعلم. حتى اللقاءات التي حصلت والاستضافة التي حصلت للمعالي وزير الداخلية ومعالي وزير الدفاع يعني ضباط الأركان اللي كانوا معه ليست لديهم المعلومة الكافية، بل بالحرف الواحد قالوا بأننا لا نملك هذه المعلومات وهذه المعلومات موجودة فقط في قيادة عمليات بغداد. طيب هذا الجانب الأمني عندما تحدثتم مع الشركاء وكما حدث السيد عمار الحكيم تسليح حصرة السلاح بيد القوات الأمنية وأيضا موضوع الميليشيات وعمليات الاختطاف، كيف وجدتم الشركاء؟ كيف كان التعاون ووجهة النظر المقابلة حول هذا الموضوع؟ نحن يعني أنا أقول لك أثناء اللقاءات الكل يعني يتكلم عن حصر السلاح بيد الدولة، ونحن أيضا ندعم هذا وندعم هذا بقوة لأننا الجهة ربما تكون الوحيدة اللي خاسرة من انفلات السلاح خارج إطار الدولة، سواء كان هذا السلاح بيد داعش أو كان بيد العصابات الإجرامية. الكل تستهدف محافظاتنا وتستهدف جمهورنا وتهجر أهلنا وناسنا، والآن ربما مليونين أو أكثر من جمهورنا هم خارج مدنهم مهجرون بسبب داعش، وقسم منها أيضا بسبب معارك التحرير التي حصلت لبعض المدن، ولحد هذه اللحظة لم يسمح لعدد كبير منهم العودة إلى مدنهم. يعني ربما فقط في محافظة ديالى أتكلم يعني بجهود وبلقاءات واستمرار مفاوضات تمكننا من إعادة 150 عائلة إلى ناحية السعودية، لكن هناك 100,000 نسمة مثلا في ناحية جلولة لحد هذه اللحظة لم تعد لحد هذه اللحظة إلى دورها السكنية. واليوم يعني عدد كبير من الأخوة اتصل بي وقال اليوم هناك يعني هدم لمنازلهم، فنحن من هذا الباب يعني من مصلحتنا كجمهور وبلد ونواب أن يكون حصر السلاح بيد الدولة وأن تكون الدولة هي الوحيدة القادرة على بسط الأمن والاستقرار في عموم العراق وليس فقط في محافظات. إذن اليوم مطالبكم هي واضحة وصريحة وقدمتموها وناقشتموها مع الكثير من الجهات السياسية. إذا ما تحدثنا عن إنهاء المقاطعة، هل اليوم هنالك طرف معين يقوم بمفاوضات مع اتحاد القوى حتى يتم إنهاء هذه المقاطعة؟ يعني هو من المؤمل أن يكون لقاء مع التيار يعني كتلة الأحرار والتيار الصدري تحديدا ربما غدا أو بعد غد، وكانت هناك لقاءات مع السيد عمار الحكيم وكتل أخرى، ويعني ما وصل إلينا بأن ربما الدكتور حيدر العبادي سيحضر جلسة يوم الاثنين أيضا لمناقشة هذا الموضوع. يعني أعتقد السبت أو الأحد ربما سيكون هناك إجراء، أنا لا أعرف نوع القرار الذي سيتخذ لأنه هذا القرار سيتخذ على وفق المعطيات التي ستظهر لنا من خلال هذه اللقاءات، ونتمنى أن نكون يعني أمام مرحلة قادمة ربما فيها وفاق وفيها مرحلة شراكة حقيقية في الحكومة وليست مشاركة
في الحكومة. إذا ما وجدنا أن هناك ضمانات من الشركاء في العملية السياسية نعتقد بأننا ربما أن يكون هناك قرار للعودة ومزاولة العمل، رغم أنه هذه المشاكل ليست موجودة الآن ما بين التحالف يعني ما بين الحكومة وتحالف القوى العراقية واتحاد القوى العراقية. أيضا هناك يعني الآن نسمع ربما ستكون مشاكل ما بين التحالف الكردستاني وأيضا يعني الحكومة في موضوع النفط وفي مواضيع أخرى. نحن لا نسعى إلى أن تكون مشاكل ما بين الكتل السياسية، لكننا نسعى أن نعيش في دولة مدنية تحترم حقوق المواطنين، والسلاح محصور في يد الدولة فقط. طيب سيد صلاح، يعني الوثيقة أو الورقة الجديدة التي أعلنت عنها كتلة الأحرار النيابية الميثاق السياسي، أنتم في اتحاد القوى هل اطلعتم على هذه الورقة؟ كيف تتعاملون معها؟ هل تلبي ما يحتاجه الآن الواقع العراقي؟ لا، هو بالتأكيد أي جهد يخدم إلى جمع شمل يعني مكونات العراقية والمكونات السياسية، هنا أقصد العراقية، للخروج من هذه الأزمة الآن نحن ندعمها ونحن معها. اليومين القادمين ستكون هناك لقاءات ما بين يعني ما بيننا وبين كتلة الأحرار التيار الصدري، بالتأكيد سنطلع على هذه الورقة ومن ثم سنقول يعني ما لنا وما علينا ضمن هذه الورقة وما هي الأمور التي يمكن أن نضيفها أو يعني نستحدثها أو نضيف عليها أو نحذفها ضمن التفاوض أو ضمن النقاشات. ربما سنصل هل هي تلبي طموحاتنا وطموحات العراقيين؟ بالتأكيد يجب أن تلبي كل طموحات العراقيين وليس تلبي طموحات جهة على حساب جهة أخرى، حينها بالتأكيد سنوافق عليها إذا ما كانت ضمن هذا الإطار. طيب، هذا الميثاق الذي نتحدث عنه والذي طرحته كتلة الأحرار النيابية وهو ما يسمى بالميثاق السياسي، طرح لحقن دماء العراقيين بجميع الطوائف والمكونات وغيرها. هذا الميثاق ليس بالجديد على الواقع العراقي، هل تعولون عليه الكثير في المرحلة المقبلة؟ نحن لا نملك إلا أن نعول على يعني المبادرات، لأننا ليس لدينا حل إلا أن نصل إلى اتفاق سياسي واتفاق مكوناتي بين الشعب العراقي. لا يوجد حل، يعني يجب أن لا نفقد الأمل بأننا يجب أن نصل إلى حلول. نعم، هناك تخوف أو هناك عدم ربما يعني عدم قناعة بالطروحات التي تحدث من اعتبارا من وثيقة مكّل عندما ما اجتمع الأخوة في سنوات سابقة ومرورا بكل مؤتمرات المصالحة الوطنية واللقاءات الأخيرة التي حصلت أثناء قمة الأزمة عندما كان في الحكومة السابقة، حصلت في منزل الدكتور من السيد عمار الحكيم، والكل كان يؤول. نحن نعتقد بأننا ليس لدينا خيار إلا أن نعول على هذا على هذه الورقة إذا كنا نتمكن من خلالها لم شمل يعني والحفاظ على الدم العراقي أو حقن الدماء العراقيين. نعم، السيد صلاح مزاحم الجبوري عضو اتحاد القوى ونائب عن محافظة ديالى، شكرا جزيلا لك لسعة صدرك ولوقتك. شكرا. شكرا جزيلا. أنا وحدة من الناس أقول يمكن أموت أروح ببيتي أطب أموت من الفرع. ثمن تش إن شاء الله علاقنا واحد، خيراتنا هواية وشعبنا واحد، ماكو فرق بين كل طوائف. والله العلي العظيم إحنا عراقنا واحد منذ آلاف السنين ولحد هسه وقلبنا أبيض إن شاء الله. نعود إلى ما تبقى من هذا الحصاد في شقه الأمني، حيث سقط 8 شهداء وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في قضاء المحمودية جنوبي بغداد. وأفاد مصدر أمني أن سيارة مركونة قرب مبنى المحكمة في المدينة أسفر انفجارها عن حدوث أضرار مادية بالممتلكات. وفي منطقة الحسينية شمال شرقي بغداد عثرت قوات الشرطة على 4 جثث لشهداء مغدورين وعليها أثار إطلاقات نارية قرب مستشفى حماد شهاب في المنطقة. شن طيران التحالف الدولي غارة قرب قضاء القائم على الحدود مع سوريا، وذكرت وكالة رويترز أن القصف أدى إلى مقتل 17 من عناصر تنظيم يعرف بداعش والإصابة 29 آخرين، جرى نقل بعضهم عبر الحدود إلى سوريا للعلاج. ونقلت رويترز عن مصدر مسؤول قوله أن عناصر التنظيم كانوا في طريقهم لتعزيز مقاتلي داعش على جبهات القتال في العراق واستراحوا في بيت للضيافة بعدما عبروا الحدود من سوريا عندما تم قصفهم. وذكر أن الشخص الذي استضاف المتشددين ويدعى ثامر العسكري كان مسؤولا أيضا عن المواد اللوجستية للمقاتلين في المنطقة قتل في هذه الغارة. ألقت 4 طائرات من طراز رافال الفرنسية التي تقلع من على متن حاملة الطائرات شارل ديغول أولى قنابلها في العراق بعد يومين من بدء مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وقالت مصادر عسكرية فرنسية إن الطائرات قصفت معسكرا للتدريب يستخدمه تنظيم ما يعرف بدولة الإسلامية داعش في مدينة القائم غربي العراق.
وقالت الوكالة أيضا إن إحدى الطائرات الأربع التي أقلعت صباحا عادت بعد أن ألقت جميع قنابلها، في حين عادت الثانية مع نصف حمولتها ولم تلقي الثالثة والرابعة حمولتها. في شأن آخر، أكد أو بالأحرى ناقش برنامج منتصف النهار الذي يعرض على الشرقية نيوز قضية التعصب الفكري الذي يعد بأشكاله المختلفة من الظواهر السلبية في المجتمع. ففي العراق باتت هذه الظاهرة تسيطر على عقول الناس والشباب على وجه الخصوص، وأصبحت تؤدي إلى التفرقة الفعلية بين الناس. سيف عبد الوهاب والتفاصيل. ما أن تعقد جلسة حوارية إلا ويتخللها جدل مفتعل من شخص ما، تجده متوترا لا يسمع من حوله، يريد أن يملي على الآخرين أفكاره حتى وإن كانت خاطئة، والانفعال واضح على وجهه، يصل إلى التعصب ولفظ كلمات لا تعطي للواقع بشيء، وتنظر بالخطر لاحتوائها شعارات تحرض على فكر معين أو تمس شخصية ما، وينحرف عن معيار العقلانية عندما ينطق حكما متعجلا غير مبني على معلومات موثوقة، وغالبا ما ينتهي الجدل بخصام. مجتمعنا اليوم المسائل التعصب موجودة، يعني أبدي وياك يعني في حديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد عندما يمتلك نفسه عند الغضب. هواية أكو ناس بساعة يقول لك أنت زنديق، أنت يعني فلان شيء، أنت ملحد، أنت بعيدا عن هذا الشيء تريد تفهمه بشكل عقلاني، لأن هو مثلا أكثر الديانات هي جاية دين تسامح، يعني وأكيد إحنا كبلد مسلم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم إجى لإتمام الأخلاق. وتؤكد دراسات